السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ طمنينا عليكم وعلى احوالكم. يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، ويوم كالعاده في مدينه نورنبرج المانيا. انا دايما بحكي لكم على المناظر اللي انا بشوفها دايما في المكان اللي انا موجود فيه. اتمنى الفيديوهات دي من النوع ده تكون بتعجبكم. اتمنى لو بتشوفني لاول مره تشترك في القناه، تعمل لايك، تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. ان شاء الله هيبقى عن الطبيعة والخضرة داخل ألمانيا. يلا بينا. الجو مغيم جدا وبقالها يومين بتمطر. الحمد لله مفيش جفاف في البلد اللي أنا موجود فيها. الخير دايما بيعم على البشرية بسقوط الأمطار. زي ما انتوا شايفين الجو والطقس والمكان رائع الجمال. بتمتاز مدينة نورنبرج بكثرة البحيرات. البحيرات اللي فيها مياه، فيها حياة طبيعية، وز، بط، أسماك، فيها بعض الطيور المهاجرة اللي تستقر لبعض الوقت في هذه المناطق، لكن المدينة كلها مية، والمية شريان الحياة. بحاول إن أنا دايماً أوصل لكم اللي أنا بشوفه بدون أي فزلكة وبدون أي مجاملة. الوزة الحلوة دي لما لقيتني واقف بتكلم جت تقرب عليا، يمكن أكون معايا طعام. بص عاوزة تهجم أهي، مش عارف ليه فتحت بقها، بص وعاوزه تضربني. اتكل على الله، اتكل على الله يا حاج، اتكل على الله، اتكل على الله، ربنا يكفينا شرك وشر شياطين الانس. الوزه كانت جايه تهجم عليا وبتهجم اهي على الناس اهي هناك اهي، عشان معاها افراخ في البحيره، فقلقانه ومتوتره لربما اسبب خطر لاولادها. يعني هذه الاشكال هتلاقيها في بنت اهي بتعكسها وجريت نطت في المايه جنب اولادها. يعني الحاجات دي هتلاقيها موجودة بكثرة في هذه المدينة. طبعا الجماعة دول أوكران هم اهم، شايف البنت بتحاول ان هي تعاكس، ولو ان في أوكرانيا مفيش الكلام ده، يعني مفيش حد بيحتك بالطيور زي اخواننا هنا. الناس احيانا بتروح بلاد غير بلادها وبتغير قوانين حياتهم، سبحان الله. يعني بص البنت عمالة بتعاكس اهي، البط الصغير اهون تضحك عليهم، يعني بصرف النظر عن ده روسي، ده اوكراني، ده عربي، ده ايا كان جنسيته. وانت ماشي في البارك بتلاقي اماكن زي دي، اماكن جميله، بتلاقي بعض الناس رايحه وجايه، واللي راكب عجله، واللي ماشي على رجله، واللي معاه صديقته، واللي مع نفسه، واللي معاها ابنها، والناس تنوع من الثقافات، حتى تنوع في طقوس الحياه اليوميه. ده اللي بتشوفه وانت داخل هذه المدن وهذه البلدان. هتلاقي كل الناس كل واحد في حاله، ودي اهم حاجه، ان انت تبقى في حالك، تشتغل على نفسك، تطور نفسك. الناس هنا كده، الناس هنا ما بتتدخلش في شؤون غيرها، ما بتعدلش على الاخرين، بتعدل على نفسها ممكن، بتطور نفسها ممكن، بتطور حياتها ممكن، لكن تطور حياه الاخرين وخصوصا لو واحد عدو ليك فانت عاوز تطوره للخير، مستحيل ولا اقتنع بهذا. صح؟ وانت ماشي على البحيره هتلاقي بعض نوادي التجديف، النوادي اللي هي عندها قوارب ممكن تسمح لك ان انت تاخد مركب وتدفع نظير ايجار هذا المركب. ده موجود، لكن انا ما شفتش رحلات صيد داخل البحيره. يمكن في اماكن اخرى تلاقي موضوع الصيد او مسموح للناس ان هي تصطاد، هتلاقيه موجود. على ضفاف البحيره زي ما انت شايف في متحف نورنبرج. المتحف ده هتلاقي فيه اشياء كتيره قوي عن التراث الالماني وعن الحقبة السابقة. المتحف ده في ناس كتير قوي شكرت لي فيه، وان شاء الله بإذن الله في وقت اكون رايق فيه وهاخدكم داخل هذا المتحف. تحس ان هو قلعة مش متحف. ربنا ييسر الحال ونلاقي وقت ونروح هذا المكان. في بعض الاوارق هناك هيا، مش اوارق، معرفش بتسمى ايه، اللي هي على هيئة وزة دي، دي بتتقدف بالرجل، دي موجودة برضو داخل البحيرة. البحيرة كبيرة جدا، ومش هي البحيرة الوحيدة داخل مدينة نورنبرج. يعني لو قلت لك اكتر من 10 بحيرات غير في نهر موجود داخل مدينه نورنبرج. ويمكن انا صورت لكم في المدينه النهر، لكن البحيرات دي حاجه اخرى وموضوع اخر. فاحنا يعني بنحاول ان احنا نشرح لك الاشياء اللي احنا اتعلمناها في الفتره البسيطه داخل هذه المدينه او داخل المانيا. انا بكلمك عن الاماكن الكويسه او الاشياء الجيده، ولكن كل مدن المانيا صراحه جميله جدا. لان في ناس بتسالني، خالد ترشح لنا ايه مدينه سياحيه، مدينة نقدر نركب فيها مراكب، نقدر نمارس رياضة الغطس، الحاجات دي كلها ممكن حضرتك تطلع في جوجل وتعرف المدن
اللي هي فيها الاشياء السياحيه او الاشياء الترفيهيه او الاشياء الرياضيه النهريه البحريه، يعني سميها زي ما تسميها، اهم حاجه ان حضرتك تبحث لنفسك. انا حقيقي مش مرشد سياحي هنا، فتيجي تسالني تقول لي ايه افضل مدينه، فانا اقول لك روح مدينه كذا، لا الكلام ده انا ما اعرفوش، فازاي انا افتي بشيء ما اعرفوش؟ فانت حضرتك المفروض تعمل ايه؟ تروح داخل على جوجل وتروح كاتب حتى باللغه العربيه زي ما انت عاوز، وتقول افضل المدن السياحيه الترفيهيه العلاجيه الرياضيه، اي حاجه انت عاوز تعرف عنها معلومات ممكن حضرتك بكل سهوله تقول لجوجل جزر يقول لك شبيك لبيك. هي دي اللي انا بقول لكم عليها، انا ما اعرفش اسمها حقيقي، فاللي يعرف يقول كلنا نستفاد بالمعلومه. في ناس هناك هم شايفينهم داخل البحيره بيقدفوا برجليهم، هي دي نظامها كده بتقدف بالرجل، يعني كنت شفتها في الساحل الشمالي وشفتها في اسكندريه وشفتها في بعض الاماكن داخل مصر، فبرضه موجود هذا النوع من الرياضه، خلينا نسميها رياضه تجديف الرجل، يعني ده موجود برضه داخل البحيره. البحيره فيها انشطه كتيره جدا، حتى بيعملوا مسابقات للتجديف هنا داخل المدينه، وبيبقى في ناس هنا كتيره جدا. ضمن الاشياء اللي موجوده داخل او على ضفاف البحيره هذا المطعم، في ناس هنا بتيجي تاكل داخل المطعم ده، المطعم رخيص جدا والناس بتيجي تقعد فيها وبتقضي اوقات ظريفه وبتاخد بعضها وبتروح على بيوتها، يعني ده موجود داخل البحيره. يعني البحيره تحس ان هي منتجع سياحي مش بحيره، زي ما حضرتك شايف البحيره، شوف يعني مهما وصف لك كبرها كبيره جدا، في اكتر من بحيره داخل مدينه نورنبرج بس لوحدها، هتلاقي في كل مدن المانيا هتلاقي بحيرات، يعني ما عندهمش أزمة في المياه، ما عندهمش أزمة في الطاقة، ما عندهمش أزمة في الكهرباء، ولكن الناس بترشد الاستهلاك، وده أمر طبيعي جدا للناس عشان تحافظ على نفسها في الأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة وأزمات الغذاء، كله لازم يعمل ترشيد استهلاك. ويمكن إحنا في يوم من الأيام لما كانت الكهرباء بتقطع عندنا في مصر، فطلع وزير قال لكم يا جماعه ممكن نقعد كلنا نتجمع في اوضه واحده ونشغل مروحه واحده عشان الطاقه دي، والناس قبلت هذا الكلام بكل حب عشان خايفين على بلدهم في مصر، وفي ناس ما قبلتش الكلام ده وقعدت تتريق، فهتلاقي التريقه دي في كل مكان، الناس دايما بتحب تتريق على اللي افضل منها واحسن منها. خرجت بره على الطريق زي ما انتم شايفين الناس كتيره جدا، لان النهارده يوم اجازتهم، فيوم الاجازه الناس بتستمتع بوقتها، بيروحوا البحيرة، بيروحوا أي مكان ينبسطوا ويقضوا يوم هم وعائلتهم، وبعد كده بينتهي يومهم. طبعا الجو مغيم يا جماعة، على وشك إن هي تمطر في أي لحظة، يعني انتظر قنبلة من السماء من الأمطار، وهنا لما بتمطر يا جماعة بتمطر بالأيام وبالساعات، يعني مش بتمطر لها خمس دقايق وتسكت، لا بتقعد قريبا طوال اليوم تمطر عادي، ده أمر طبيعي. لما تخرج في الشارع تلاقي الشارع نظيف زي ما أنت شايف، لأن هم مجهزين طرقهم وشوارعهم لهذه الأمور، ودي طبيعة مناخهم، ياريت احنا نتعلم منهم بعض هذه الأساسيات الضرورية في حياتنا. في كل مكان داخل البحيرة تلاقي مكان تقدر تقعد فيه، مكان تقدر تقف فيه تشم شوية هواء تظبط حياتك. النهاردة أنا بعمل التجربة دي بس عشان أغير من المحتوى بتاعي، في بعض الناس بتحب أن أنا أحط موسيقى خفيفة داخل الفيديو، لأني أحيانا ما بلاقيش كلام أقوله، المنظر اللي أنا بصوره صراحة مش محتاج ان انا اتكلم، فبسيب لحضراتكم ان انتوا تستمتعوا. احيانا الموسيقى بتبقى عالية سنة، ممكن حضرتك تغطي التليفون بتاعك او الكمبيوتر بتاعك على قد الصوت اللي انت حابه وتستمتع بالمناظر، انا كله عاوزك انت تستمتع وتتبسط وتغير جو داخل المانيا. انا بحكي لك دايما عن الحياة داخل البلد اللي انا عايش فيها، بحكيها لك بما يرضي الله، لما بلاقي نفسي احيانا اخطأ في بعض المعلومات بصحح هذه المعلومات في فيديو يليه على طول، لان انا بهتم جدا ان انا راجع نفسي حتى في المعلومات. قبل كده قلت ان المرافق داخل المانيا للشقه الواحده ممكن تدفع لها 400 يورو، في ناس قالت لي ممكن اكتر وفي ناس قالت لي ممكن اقل، يعني المرافق على الشقه ومساحتها وعدد السكان اللي داخل الشقه، خلي بالك من الحكايه دي، لان هنا بيحاسبوك كمان على عدد السكان اللي موجودين في الشقه، يعني الشقه اللي عايش فيها فرد مش زي الشقة اللي عايش فيها أربع أفراد. يعني أنا بحاول دايما أن أنا أوريكم الأشكال والمناظر وجمال الطبيعة والطرق والمدينة وكل شيء إحنا بنشوفه وبيمر علينا في يومنا داخل ألمانيا. المكان ده دايما بحب أجي فيه لأنه مكان يعني تحس أنه هو كورنيش زي ما أنتوا شايفين، بصراحة مكان هادي جدا ويمتاز بالهدوء عدا أيام العطلات، يعني بحاول ان انا اجي ايام العطلات وايام العاديه داخل الاسبوع اوريكم ده واوريكم ده. النهارده شايفين الشارع مليان ناس، يعني نقول البارك
مليان ناس، بلاش الشارع لان احنا مخرجناش على الشارع العمومي كتير، ولكن معظم البارك في ناس وعدد لا بأس به. في جنسيات كتيرة قوي قابلتها، اوكران يظهر ان الاوكران عدد لا بأس به في المانيا. في بعض الناس اللي مدنهم امنة رجعوا على اوكرانيا، وفي ناس ما زالوا موجودين داخل المانيا. طيب الموجودين داخل المانيا دول ناس وحشين، او الناس دول باعوا بلدهم او كذا او كذا؟ لا، الناس دول خايفين على روحهم، مش مهم عندهم الفلوس، اهم حاجة عندهم الحياة، عندهم حياتهم اهم شيء، اولادهم، اسرتهم، عملهم، الكلام ده كله مهم عند الاوكران جدا جدا. وغير الاوكران، الاوروبيين بيخافوا على حياتهم، مش زينا، احنا عندنا قوة في قلوبنا ما بنخافش بسهولة. الناس دول لا، بيخافوا بسهولة وبيخافوا بسرعة، والحاجات دي كلها بيعملوا لها 100 مليون حساب. من كتر جمال البحيرة بتبقى انت مش عاوز تمشي من جنبها. انا عاوز برضو اوديكم مكان اخر، وادينا بنتمشى في يومنا الجميل. ان انت تستمتع بحياتك في هذه الدول مهم جدا، ومن اولويات الناس هنا في المانيا وفي اوروبا وفي اي مكان. مهم جدا ان انت تستمتع بالحياة مع اسرتك، مع اولادك، مع عائلتك، مع اصدقائك، وتقضي يومك الترفيهي في اوقات فراغك. يعني ما يكونش عندك شغل فانت تسيب شغلك وتروح عشان ترفه عن نفسك او ان انت تتفسح، لا، ما ينفعش. لازم يكون عندك وقت فراغ او اجازة ليك اسبوعية او سنوية، وقضي يوم اجازتك مع اسرتك او اصدقائك او اي حد بيحبك او تحب انت تتمشى معاه في بلدك. مش مهم الخروجة يكون مصروف عليها، مش مهم ده، مش مهم الفلوس. انت ممكن باقل الامكانيات ترفه عن نفسك، باقل الوقت ممكن ترفه عن نفسك. حتى الاماكن ما تفرقش، ممكن تطلع فوق الروف بتاع بيتك وتقضي يوم ظريف بعيد عن الشقة وبعيد عن اي هم ودوشة. واحيانا في ناس بتقفل تليفوناتها والانترنت وبتقعد تعيش مع نفسها. الحاجات دي انت المفروض دلوقتي وان الاوان ان انت تفكر فيها، عشان عمرك، عشان صحتك، عشان اولادك اللي هم رأس مالك في الحياة، يطلعوا ناس سويين. واهم حاجة زي ما قلت لك ودايما بأكد عليها، ان انت تعلم اولادك الادب، تعلمهم الاخلاق، تعلمهم دينك وتربية دينك، تعلمهم كل شيء جيد، ما تعلمهمش الاشياء السلبية والاشياء القبيحة اللي بقت احيانا عند بعض الناس سمة من سمات الشخصيات. لا، انا مش عاوزك تعمل كده، انا عاوزك ان انت تربي اولادك صح، ان انت تعمل الشيء اللي انت محتاج له في الوقت اللي انت فاضي فيه، مش في اي وقت. فهمت يا حبيبي القلب؟ يعني لو لاحظت هتلاقي ناس، عائلات اللي بيجري اطفال، واحدة جايبة طفلتها اهو، واحد معاه اولاده، واحد معاه حبيبته، تاني هما الناس هما ماشيين اهو، واحد تاني معاه حبيبته او صديقته، يعني ايا كان المسمى مش هتفرق، او مراته، مش فارقة معانا المسميات. اهم حاجة ان الناس دول بيرفهوا عن نفسهم، بيخرجوا، بيتفسحوا، بيشموا هوا، بيستمتعوا بحياتهم كما يجب. فحاول ان انت تستمتع بحياتك، حاول ان انت حياتك الصغيرة والقليلة مهما كانت 60 70 80 ايا كان العمر او السنين، حاول تستمتع بيها على قدر الوقت اللي انت موجود فيه، بلاها نكد وبلاها تعب اعصاب. عيش حياتك وكبر دماغك من اي شيء سلبي في حياتك. دايما استمر، ودايما حاول ان انت تبتكر، تبتكر لنفسك راحة البال، تبتكر لنفسك دايما الخير. لكن هتقعد بقى تنكد في نفسك وتقعد تهري في نفسك، يبقى لا هتطول ده ولا هتطول ده، عمرك هيقصر وهتموت وانت مريض. فاتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية والخير. شايفين الناس اهم بيقدفوا برجليهم، اهم طبعا قالعين الاحذية بتاعتهم ومشمرين بناطيلهم، وعادي 2 ستات ومعاهم طفل، وربنا يسعد الجميع. من فضلك حاول دايما تقول للناس شكرا، شكرا لو واحد فتح لك الباب، شكرا لو اي حد قابلك في حياتك وكان ذوق معاك، لازم تشكره وتقول له متشكر، وهو هيقول لك من فضلك. حتى لو البني ادم ده قليل الذوق، مش محترم، مش مؤدب، انت كون احسن منه، كون انسان باخلاقك المحترمه، حاول ان انت تكون افضل من هؤلاء الناس باخلاقك، بادبك، بتربيتك. دايما تشكر غيرك، وخلي الكلمه دايما في بقك متشكر او شكرا، جزاك الله خيرا. يا ريت تقول لي النهارده رأيك في الفيديو. أنا برضو برضي جميع الأذواق، الناس اللي بتحب موسيقى بسيب لها موسيقى، والناس اللي ما بتحبش موسيقى بنحاول إن احنا برضو نرضيهم، يعني بحاول أرضي الجميع. أتمنى كمان حضرتك ترضيني وتعمل لايك وتقول تعليقك الحلو،
وتشترك في القناة لو انت مش مشترك في القناة. ده هيكون نهاية الفيديو بتاعنا في البحيرة الجميلة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. اشوفكم على خير. السلام عليكم. صباحكم جميل.